البنى التحتية، البنى التحتية للمجتمعات، البنى التحتية للدول، الجسور، الطرق، المياه، الكهرباء، هذه كلها عوامل في تقوية ثقة المجتمعات بالدولة. كلما انعزلت المجتمعات عن الدولة كلما كانت فريسة لأفكار وفكرة ولأفكار أخرى ولطموحات أخرى ولتشعبات أخرى وحتى لدعم خارجي يكون فريسة له. القارة الإفريقية وفي ظل التغيرات الحاصلة في العالم أصبحت تمثل ورشة حقيقية وتحاول أن تطور تنميتها، وفي هذا الصدد تلعب الجزائر دورا استراتيجيا، فهي تتمتع بقدرات اقتصادية واستراتيجيات تمكنها من استرجاع دورها الريادي في القارة. هذا بالتزامن مع المشروع الذي أطلقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية، مما سيسمح بخلق جسور بين إفريقيا والجزائر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. نحن نبحث عن تعاون حقيقي وفعلي مع دول الشمال، بالخصوص مع الدول المتقدمة. نحن بحاجة إلى تكنولوجياتهم ومعارفهم، نحن بحاجة إلى قوتهم الاقتصادية حتى نتمكن من تطوير بلداننا، نحن بحاجة إلى ما يستطيعون تقديمه حتى تتمكن إفريقيا من اللحاق بركب الدول الأوروبية. Ne va jamais s'éloigner de l'Europe.